السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة زينو جيمرز. اليوم سوف نقوم بشرح لعبة زومبي جديدة واسمها زومبي انفيجن. الآن هناك زومبيات شاهدون، نقوم بالتقدم. شاهد الاف بي اس جيد، ايضا يمكن التعديل على حسب قوة الهاتف. هنا الفوكس، نقوم بالاقتراب، هيد شوت، اوه جيد. هناك، اوه اورب اورب، هيد شوت، هناك ايضا، ممتاز. يعني في الرأس يموتون بضربة واحدة، دي وان سيرفايف. الان نجحنا في اليوم الاول. حجم اللعبة هو 70 ميجا فقط، ويمكنك تشغيلها ايضا بدون انترنت او ايضا بواسطة الانترنت. هنا بلاي مرة اخرى. هيا الان نستكملها، والان دي 2 او اليوم الثاني. انا تقدم، شاهدوا الجرافيكس الرهيب. سوف نقوم بزيادة قليلا في الصوت. هيا هناك، اين هم؟ هنا، نصوب على هذا الاول، هيد شوت، هيد شوت، ممتاز. هيا هناك، هيد شوت، اوه هناك من يضربون. هيا اهرب اهرب، فوكس فوكس. هيا نسدد بالصفة عشوائية، جيد. دي 2 سيرفايفد. الان ايضا نجونا في اليوم الثاني، يعني بالحصول على اسلحة جديدة، ويبنز. هنا اسلحة شاهدوا، ولكنها غالية. شاهدوا هنا لدينا 1677، يمكننا نشتري فقط اعتقد مسدس. هذه غالية، هنا غالية، شاهدوا مسدس يمكن شراؤه. كل شيء هنا ايضا يمكن اختيار الشخصيات. نقوم بالرجوع، نختار بلاي، ونقوم باستكمال اللعبة. اليوم الثالث. I hate these nights, it's scary. الان الليل. حجم اللعبة هو صغير للغاية. فوكس، هناك ايضا، اوه العديد. هيا هنا، هيا نتقدم، هيا للقضاء عليهم بسرعة. هنا، اوه هناك من يضربون، اوه العديد، شاهد، واو بسرعة. اهرب اهرب. مشاهدون اليوم الثالث اصبح اصعب، الزومبي اصبحوا كثيرين. فوكس، هيد شوت، هيد شوت، جيد. ايضا دي 3 سيرفايف، ايضا نجونا في اليوم الثالث. سوف اقوم باستكمال اليوم الرابع واكتفي بهذا القدر من اللعبة. الان لدينا 2155 قطعة ذهبية. الاسلحة غالية جدا. هنا هنا عليكم ب، اوه هناك ايضا سنايبر رهيب جدا. ايضا يمكنك الحصول على جيت فري 5000 نقطة، عليكم فقط بمشاهدة اعلان اذا اردتم. سكندري هنا، جيد، ولكن سلاح اعتقد عادي يشبهه تماما. نقوم الان بالرجوع. هيا بلاي. كما تشاهدون هو السلاح الجديد الذي اشتريناه، نقوم بتجربته الان. تعال هنا، سلاح جيد، ننتظرهم. سلاح جيد. كما تشاهدون هذا المسدس يطلق رصاصات يعني متعددة، ليس مثل المسدس الأول يطلق فقط رصاصة. أوه هيد شوت، هنا جيد، ممتاز.
اهرب. اوه اهرب اهرب اهرب. زوم زوم هيد شوت. ايضا نجونا في اليوم الرابع. شكرا لكم، اعتقد سوف اكتفي بهذا القدر من اللعبة. اللعبة رائعة تستحق التجربة رغم ان حجمها صغير فقط 70 ميجا، ولكن الجرافيكس الخاص بها جيد. شكرا لكم، لا تنسوا الضغط على زر لايك مهم جدا، والى اللقاء في فيديو اخر.